أول شيء أنا بفتكر مثل ما عم بيقولوا الخبراء أنه بالميديتراني ما في يعني البحر المتوسط التسونامي ما بيجي قوي مثل باليابان وبالفار إيست، فما يخافوا من التسونامي. بالهزات بفتكر هلا حرام الله يرحمهم يلي راحوا بتركيا وبسوريا، قلبنا معهم أكيد. نحن ثائبين بلبنان ما تأذينا، بفتكر هلا يمكن بتكون قطعت، من كتير متخوف هلا. يروقوا ما يبانكوا، مثل ما بيقولوا الإرشادات، يتخبوا تحت طاولة، يوقفوا بمحل شوية هيك بيحللوه انه منيح، ويلبسوا يحضروا الجاكيت واسبادريه وقنينه مي فيها سكر هيك بيقولوا. اذا لا سمح الله صار شيء كارثه مثل تسونامي او هزه او زلزال، شو مفروض تعملوا؟ يعني هذه نصيحه صعبه انه واحد ينصحها، انا بفضل انكم تقروا عن الموضوع وتشوفوا شو التعليمات اللي عم يتوصى فيها بهيك حالات، اكيد وتتبعوها، فدايما ضلكم على اطلاع، وانا بتمنى السلامه للجميع. انزلوا تحت الطاولات وتحت التخوتي شو بقى يعني هود التعليمات اللي بيقولوا ان الصليب الاحمر والدفاع المدني، بس انه مثل ما قلنا هيدي النكتة على السوشيال ميديا حبيتها، انه من بعد تعليمات لاسبوع بس صارت الهزة هاي التانية ما حدا عرف وين مشيته، يعني انزل تحت الطاولة وتحت التخت وهروب صعبة. يخبوا مصرياتهم، ما نحن خبينا المصريات، بعض المصريات اللي طلعناها راحوا، هلا صرف قد ما فيك مش رح قلهم يضحكوا وينكتوا، بدي قلهم صلوا وتأملوا، الله غفور ورحوم وهو بحبنا وهو رح يحمينا وهو بيعرف، يعني يتكلوا على الله قد ما فيهم، وقد ما فيهم يزرعوا البسمة ببيوتهم تدلى انه ما يزرعوا الهلع حوليهم، يزرعوا البسمة والطمأنينة، لأنه بس تزرعي طمأنينة وتتأملي بالخير الخير بيرجع عليك. نصيحتي للهزات اللي عم بتصير يعني وقاية، ينتبه الواحد كتير، هلا عم يطلع خبريات كيف الواحد بده ينتبه، ما ياخد الشغلة بمزح، يعني الأمور شوي هايدي عند ربنا، علينا نصلي وهذا بلد، هذا البلد الله حميه، نتمنى أنه ما تصير اللي صارت، بس هايدي شغلة ما فينا نهرب منها. يفرفح ويغني، هي عم تهز الأرض، يفرفح ويغني لحتى ينسى الهزة.